أطلقت مصر استراتيجية وطنية لتغير المناخ متعددة الأبعاد وتتناسب مع خطورة هذه القضية، لتصبح خارطة طريق لمواجهة التغير المناخي ولتحقيق التوازن بين النمو المستدام والموارد الطبيعية وتحسين حياة المواطنين ومواجهة أثار التغيرات المناخية. في هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على جهود مصر الدولية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي من خلال تكثيف وتنسيق السياسات البيئية وفقا لأهداف التنمية المستدامة.